تعالوا مع بعض. معامل الاختلاف سهل وبسيط جدا. معامل الاختلاف بيساوي معامل الاختلاف بيساوي القيمه المتوقعه يا شباب. طب احنا حسبنا القيمه المتوقعه اللي هي 72. هنحسب القيمه المتوقعه على الانحراف المعياري، هحصل على معامل الاختلاف. يعني لما اقسم ال 72 على 14.5 هحصل على معامل اختلاف العين وبعد الصاد، وبعد كده برضو القيمه المتوقعه اللي هي مين؟ اللي هي 72 على الانحراف المعياري، على الانحراف المعياري اللي هو 21.8 هحصل برضو على معامل اختلاف للعين عشان اقيس درجه الخطوره. هنحسبها ايه زي ما هنتكلم دلوقتي. بنقول معامل اهو، معامل الاختلاف خلاص للمشروعين اللي هما مين؟ اللي هما صاد وعين. يلا بالنسبه لصاد يساوي ايه؟ هتقول لي اكتب القانون. لازم نكتب القانون في البدايه. القانون بتاعنا بيقول معامل اختلاف للمشروع صاد بيساوي اهو، هنكتب القانون، معلش نكتبه، ان الانحراف المعياري، انحراف الايه؟ المعياري، تقسيم مين يا شباب؟ تقسيم القيمة المتوقعة ضرب المية، ضرب ايه؟ ضرب المئة. وبرضه لصاد هيبقى نفس القانون. يلا بالنسبة لصاد هنقول بيساوي ايه؟ الانحراف المعياري، احنا لسه مخلصين الكلام، بالنسبة للانحراف المعياري بالنسبة لصاد كان 14.5، احنا لسه حاسبينها الان ال 14.5 دي. وبرضه احنا حسبنا القيمة المتوقعة للمشروعين 72، بس المية ديت عندنا اصلا ثابتة في القانون، يبقى 14.5 على 72 ضرب المية هحصل على معامل اختلاف للمشروع صاد هيديني بالظبط 20.1. يبقى ده معامل اختلاف لمين؟ للمشروع صاد. نفس الكلام بالظبط هنعمله، بس لمين؟ للمشروع مين؟ هنعمله بالنسبه للمشروع مين بقى؟ للمشروع عين. هيساوي ايه يا شباب؟ هيساوي برضه الانحراف المعياري على القيمه المتوقعه، هو الانحراف المعياري على القيمة المتوقعة ضرب المية. يبقى الكلام ده بيساوي، هو الانحراف المعياري للمشروع عين طلع بيساوي كام؟ طلع زي ما احنا حسبناه 21.8 على القيمة المتوقعة كام؟ 72 اضرب في 100، يعني بالآلة الحاسبة هتدينا كام يا شباب؟ هتدينا بالظبط، هيدينا معامل اختلاف في المشروع 30.3. طيب نيجي بقى في حالة الايه؟ الحسب، ونختار هنا معامل الاختلاف لصاد 20.1، معامل الاختلاف في عين طلع 30.3. يبقى انا دلوقتي اختار اللي يعني معامل اختلاف بيقيس الخطورة، اختار اللي خطورته اقل واختار اللي خطورته اعلى. لازم اختار اللي خطورته ايه؟ اقل. يبقى اذا وفقا لمعامل الاختلاف اختار المشروع صاد، وفقا للانحراف المعياري برضو اخترت المشروع صاد، بالرغم من ان القيمة المتوقعة لصاد والعين كانت متساوية مع بعضهم البعض زي ما شفنا على في الجدول السابق وفي اللي شرحناه 72 في الحالتين في صاد وعين، ولكن معامل الاختلاف والانحراف المعياري رجحوا لي دايما المشروع مين؟ ده المشروع صاد، لانه صاحب اقل انحراف معياري وصاحب ايه؟ صاحب يعني اقل خطورة.